بنرحب بكم مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 باسم الفنان عزة العلايلي. تعالوا معانا نشوف لقاءاتنا جوه المهرجان. ايه شخصيته الجميلة والبسيطة اللي بتعامل مع مش الفنانين بس، حتى الناس البسيطة اللي جوه الفيلم بيحسوا ان عزة العلايلي واحد منهم، وده ما بيحصلش مع نجوم كتير الحقيقة. نجوم معينة قوي اللي تقدر حتى العمال الصغيرة البسيطة اللي يقعد ياكل معاهم، يكلمهم، يهزر معاهم، يسألهم على أهلهم، ودي حاجة مش كل الناس بتعملها. الحاجة التانية أنا هتكلم على موقف حصل. مساعد المخرج دايماً بيعرف علاقة الفنانين ببعض، ومين بيحب مين ومين بيكره مين ومين عامل حساب لمين ومين مش عامل حساب لحد. أنا اشتغلت مع عزة العلايلي في لا عزاء للسيدات، وكانت النجمة الكبيرة فاتن حمامة البطل. فاتن حمامة اختارته من الأول، قالت هتولنا عزة الفيلم ده مع أستاذ بركان، بس كانت عاملة له ألف حساب، وأنا كنت ببقى معاها وكانت تقول لي بص يا عزة مش بسيط، لازم نعمل فروقة واثنين وثلاثة عشان أعرف مفاتيح عزة الأول، وكانت تخليه يقعد يعمل ثلاث أربع فروقات علشان توصل لمقدرة عزة الفنية. ودي مين؟ دي فاتن حمامة اللي ما بيهمهاش أي حد. والله العظيم كانت تقول لي بصي مش هنعمل المشهد من الأول، وقولي لأستاذ بركات إنه إحنا هنبتدي نعمل بروبة عشان أنا عاوز أعرف عزة هيدخل منين وهيعمل إيه عشان أقدر أقف قصاده، لأن عزة قيمة كبيرة جدا فنية، وأنا عارفة عمرها ما عملتها مع فنان تاني، حتى ما بتعملهاش بالصراحة دي، ممكن تعملها من تحت لتحت مش عارفة إيه، بس مع عزة العلايلي عملت له ألف حساب، وده موقف يتحسب له بفنه وقيمته. فعزة العلايلي وراء الكواليس لذيذ، تسافر معاه لذيذ، سيبك من القيمة الفنية لأنها أكيد أكيد عارفينها، تقعد معاه لذيذ، بيحب الستات جدا. بس دي ميزة حلوة فيه، هو بيحب الستات بس مؤدب معاهم يعني. هو انتوا ستات؟ لا انتوا ملايكة. انتوا ملايكة. ايوه. والله العظيم ثلاثة انتوا ستات، انتوا ملايكة. انا ساعات احس انكم ولادي، وساعات احس انكم اصحابي. يعني اصحابي. بتحاول برضه. عموما مش هننكر دور عزة العلايلي ولا اهميته ولا حبنا له، لانه فعلا ما فيش حد في الوسط السينمائي او المسرحي ما بيحبش عزة العلايلي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا انيس. شكر فيك، شكر جدا 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 والله. حسابنا لما نطلع بره ان شاء الله.